أقر اجتماع مشترك انضم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، أقر تشكيل لجنة لصياغة وثيقة عهد وشرف للحفاظ على أمن واستقرار حضرموت، وعلى أن تكون بمثابة وثيقة إجماع لمختلف المكونات والقوى السياسية والمجتمعية في المحافظة. وفي الاجتماع الذي ترأسه محافظ حضرموت خالد سعيد الديني، أكد المجتمعون رفضهم للمحاولات التي تستهدف الإخلال بالأمن وإقلاق السكينة العامة في المحافظة، مشددين على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجباتها ومسؤولياتها في تعقب المجرمين والخارجين عن النظام والقانون وإلقاء القبض عليهم. ودعا الاجتماع إلى إشراك أفراد المجتمع من عقال ووجهاء وأعيان وعلماء ومختلف الشرائح الاجتماعية دون استثناء في دعم النشاط الخدمي والأمني في المديريات.